هبطلنا بالصف السادس الإعدادي. إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. فيديو اليوم هو عن أسهل طريقة لحفظ إنشاء الإنجليزي، طريقك إلى 100 مضمون. اليوم راح نعرف شنو أسهل طريقة لحفظ إنشاء الإنجليزي ونحصل 100. شلون تحفظ إنشاء الإنجليش وما تنساه بالامتحان؟ عندنا عدة طرق للحفظ. الطريقة الأولى أن نقرأ الإنشاء قراءة أولى ثم نقرأ الإنشاء قراءة ثانية مع كتابة الترجمة على كل كلمة. يعني أول شيء نقرأ الإنشاء قراءة أولى يعني بدون حفظ، بعد ذلك نقرأ قراءة ثانية مع كتابة الترجمة، نكتب ترجمة كل كلمة بالعربي، وبعد ترجمة الإنشاء بصورة كاملة أبدأ بقراءة الإنشاء قراءة ثالثة. وإذا المدرس عنده فيديو الإنشاء فأستمع إليه، لأنه الاستماع راح يفيدكم هواية بالإنشاء. إذا عندك فيديو للإنشاء استمع لي، لأن هذا يساعدك بالحفظ. بعد ما قرينا الإنشاء 3 مرات بدون حفظ، الآن نبدأ بفقرة حفظ الإنشاء. نأخذ السطر الأول من الإنشاء إلى النقطة، نحفظه ونعيده عدة مرات لحد ما نحفظه، وبعدين نأخذ السطر الثاني ونعيده عدة مرات لحد ما نحفظه. يعني نبدأ بسطر سطر، نبدأ بالسطر الأول كتابة، نعيده عدة مرات لحد ما نحفظه، بعد ذلك نكتب السطر الثاني مرة ثانية لعدة مرات لحد ما نحفظه، وبعدين نكتب السطر الأول مع الثاني، بعد ذلك نحفظ السطر الثالث ونعيده، ثم نكتب السطر الأول والثاني والثالث، وهكذا لحد ما يكمل الإنشاء. يعني نبدي سطر سطر، السطر الأول نكتبه لحد ما نحفظه، بعدين نكتب السطر الثاني، بعدين نكتب السطر الأول والثاني، بعدين نحفظ السطر الثالث، نكتب عدة مرات، وبعدين نكتب السطر الأول والثاني والثالث لحد ما نكمل الإنشاء. بعد ما كملنا الإنشاء نتركه ونرجع له ثاني يوم الراجعة، بس ما نضغط على نفسنا إنه إلا نحفظه 100%، لازم نحفظه 100%، لأنه ما راح تقدر بيومين نحفظه، لكن بالتسلسل. بعد ما راجعت الإنشاء اليوم الثاني أحاول أراجعه بيوم آخر، وراح تشوف فرق كبير بحفظ الإنشاء. أهم شيء بعد ما حفظ الإنشاء إنه ما تتركه، لأنه راح تنساه. حاول كل يوم خميس أو أي يوم أن تقرأ الإنشاء فقط بدون حفظ، فقط حتى ما تنساه لأنه أنت حافظه. هذه كانت الطريقة الأولى لحفظ الإنشاء. بدون ما تنساه. الآن راح نجي إلى الطريقة الثانية، هي أن تسوي الإنشاء على شكل أسئلة وتسأل نفسك بيهن. مثلا في إنشاء التدخين، ما هو تعريف التدخين؟ يعني نسأل مثلا ما هو تعريف التدخين، لأنه يبدأ الإنشاء بتعريف التدخين. أو السؤال الثاني مثلا، ماذا يسبب التدخين؟ السؤال الثالث، أين نرى إعلانات السجائر وغيرها؟ لأنها كلها النقاط وأجوبتها موجودة بالإنشاء. فتحاول تحفظ الأسئلة بالتسلسل وتحفظ الإجابة، ومن تكتب الإنشاء اسأل نفسك سؤال سؤال. يعني نسأل نفسنا ما هو تعريف التدخين، نكتب تعريفه. ماذا يسبب التدخين، نكتب الجواب مالته. أين نرى إعلانات السجائر، نكتب الجواب مالته. راح نشوف بأنه الإنشاء صار متسلسل وكتبناه كله كما هو مكتوب بالملزمة، وراح يكون إنشاء مرتب وحلو متسلسل بالفكرة. وأكو طرق أخرى أيضا تساعد بحفظ الإنشاء، وهي أن نلون السطر الأول بلون والثاني بلون والثالث لون، طبعا بعد ترجمة الإنشاء. يعني مثل ما أنا ملونة هذه الأسطر، هذا مثلا ألون السطر الأول بالورد، السطر الثاني ألونه بالأصفر، السطر الثالث بالأخضر، حتى أعرف الأسطر وتساعدني تقريبا بالحفظ. أو عن طريق ترقيم السطر، يعني مثلا أرقم السطر، السطر الأول أرقمه برقم مثلا 1، الثاني أرقمه 2، الثالث 3، حتى أعرف بالتسلسل رقم وأكتب السطر مالته، وهكذا إلى أن يكمل الإنشاء. الآن راح أسوي لكم تطبيق عملي شلون تحفظ الإنشاء. راح نطبق الطريقة الأولى. راح نطبق هذه الطريقة على إنشاء السجائر. Cigarette advertising should be illegal. فالسطر الأول يعني من الإنشاء اللي أنا عندي، Smoking is a harmful habit to the health of smokers and passive smokers. وعدنا نقطة، فراح أكتب السطر الأول وأعيده عدة مرات لحد ما أحفظه، وبعدين أبدي بالسطر الثاني وأعيده أيضا عدة مرات لحد ما أحفظه، وأكتب هنا اثنينهن. أترك مسافة.
بعد ما خلصنا السطر الأول وكتبناه 3 مرات، يعني حاولت أني بثلاث مرات حفظت السطر الأول، ولكن الطالب حسب ما يحفظه كم مرة يكتبه. أكو طلاب يكتبونه 6 مرات أو 7 مرات أو 4 مرات مرتين ويحفظوه. فبعد ما حفظت السطر الأول راح أبدي بالسطر الثاني. فالإنشاء عندي بالسطر الثاني it causes many deaths a year because of a lot of dangerous diseases، يعني يسبب الكثير من الوفيات في السنة بسبب الكثير من الأمراض الخطيرة. فراح نكتب بعد ما حفظت السطرين، كتبت السطر الأول والسطر الثاني سوية، بعد ذلك أبدأ بالسطر الثالث أحفظه أيضا أكتب عدة مرات، وبعدين أكتب السطر الأول والثاني والثالث، وهكذا لحد ما أكمل الإنشاء. هذه كانت أسهل الطرق لحفظ إنشاء الإنجليش. أتمنى أن تكونوا قد استفادتوا من الفيديو، وإن شاء الله تحصلون درجة كاملة بالإنشاء. وطبعا خطوات كتابة الإنشاء أنا شرحتها في فيديو سابق أيضا، شلون تحصل 20 درجة كاملة بالإنشاء ببعض الخطوات البسيطة.